النهاردة إن شاء الله هنكمل درس سايكليك كوادريلاترال. خدنا بارت 1، النهاردة إن شاء الله هنكمل بارت 2. السؤال الأولاني: in each of the following figures find the measure of angle denoted by question mark given that M is the center of the circle. هنا عندنا ABCD cyclic quad. ليه cyclic quad؟ because its vertices lies on a circle. فsense ان ال ABCD cyclic quad و measure of angle D 86، يبقى اقدر اجيب measure of angle B. هنقول ان الاثنين عندنا ال B plus ال D 180، يبقى therefore measure of angle B 180 minus 86. السؤال اللي بعد كده عندنا هنا اداني الميجر بتاع الانجل بي سي اي 110، وعاوزين نجيب ميجر اوف انجل اي. طبعا في علاقه بين الاثنين، ان الميجر اوف اكستيريور انجل ايكوال ميجر اوف انتيريور از اوبزيت فيرتكس. يعني عندي ميجر اوف انجل اي ايكوال ميجر اوف انجل بي سي اي ايكوال 110. السؤال اللي بعد كده عندي هنا برضو ده اي بي سي دي سايكليك كواد، وعايز اجيب الانجل سي. سينس ان الاي بي سي دي سايكليك كواد، يبقى ذيرفور ميجر اوف انجل سي 180 minus 76. طب عاوزين نجيب الميجر في انجل اي دي اي، انا عندي السايكليك اهو وعملت اكستيريور كده، ده الانجل اللي بره ديت. فانا عندي الميجر بتاع الانجل اي دي اي ايكوال ميجر في انجل بي ايكوال 80، وهنا السبب ان الاكستيريور ايكوال ذا انتيريور ادز اوبوزيت فيرتكس. السؤال اللي بعد كده عايزين نجيب الانجل عليها كوتشن مارك ديت. فانا عندي ده وان الشكل ده وان اي بي سي دي cyclic quad within exterior. فالاكستيريور دي ايكوال الانجل بي ايكوال 65 degrees، وفي علاقه بين الاي وبين الاي سي دي برضه exterior ايكوال ذا انتيريور از اوبوزيت فيرتكس، يبقى ذيرفور ميجر اوف انجل اي ايكوال 75 degrees. اللي بعد كده برضه هنا عندي ادي الاي بي سي دي cyclic quad، وعاوز اجيب الانجل بي. ادي السايكليك ودي الاكستيريور، ففي علاقة بين الاثنين ان الاكستيريور ايكوال ذا انتيريور ات ذا اوبوزيت فيرتكس او اوبوزيت تو اتس ادجيسنت. يبقى هنعمل ديا هنا ده بايسكت، فهنعمل 58 تايم 2 يدينا 116، ويبقى كده الانجل بي برضه 116. السؤال اللي بعد كده عاوزين نجيب الانجل عليها كوتشن مارك اللي هي اي سي دي. سينس ان الاي بي سي دي سايكليك كواد، وانا عندي البي 64 والبي والدي الاثنين سبلمنتري، يبقى اقدر اجيب الانجل الناقصه اللي هي دي ديا، هتبقى 180 minus 64 تطلع 116 degrees. هنيجي في الترينجل ده 116 و32، يبقى ذيرفور ميجر اوف انجل دي سي اي هتبقى 180 minus، نفتح براكت 116 plus 32. السؤال اللي بعد كده عاوزين برضو نجيب الانجل عليها كوتشن مارك. انا عندي ده وان A B C D cyclic quad والانجل D C E exterior، والD C E exterior دي equal the opposite to its adjacent. ادي ال adjacent وده ال opposite ليها، يبقى انا عندي ال B كلها 70، طب الجزء ده 40، يبقى therefore الانجل عليها question mark C B D equal 70 minus 40 equal 30 degrees. السؤال اللي بعد كده عايزين نجيب الانجل عليها question mark. هي ليها كذا طريقة ممكن نستخدم اللي هو ده السايكليك كواد. انا عندي دون ال اي بي دايمتر لان الام هي السنتر، يبقى ذيرفور ان الانجل اي سي بي ايكوال 90 ديجريز. وعندي الارك دون ال بي سي 64، يبقى اقدر اجيب الانسكرايبت اللي هي سي اي بي، يبقى هاف تايم 64 هتدينا 32. اقدر الوقت اجيب الانجل بي، فانا عندي دي 90 ودي 32، يبقى 180 ماينس الاثنين دول هتطلع 54. طب العلاقه بين دي ودي ان انا عندي الاثنين دول سبلمنتري، يبقى اقدر اجيب الانجل دي تبقى 58 degrees. تمام، هتطلع هنا 122. ممكن نحلها بطريقة تانية. أنا عندي دي انسكرايبت وده الأرك كله بتاعها اللي هو الـ AC measure، فأقدر أجيب الـ AC measure ده diameter، يبقى دي 180 ودي 64، يبقى 180 plus
64 وهي عشان inscribed هعملها divided 2 هتطلع 442 divided 2 تطلع 122 برضو هيطلع ايه نفس الحاجة. سؤال نمبر 2 طبعا واضح ان الشكل هنا A B C D cyclic coil لان because its vertices lie on a circle دي 75 وده هنا ده الاوبزيت فهجيب هنا الاكستيريور للاوبزيت تمام كده يبقى الاكس دي هتطلع 75 ان هي الاكستيريور ايكوال ذا انتيريور اد ذا اوبزيت فيرتكس وانا عندي دي 80 يبقى اقدر اجيب الانجل ده 80 يبقى كده الواي 180 ماينس 80 تطلع 100 ديجريز. السؤال اللي بعد كده عايزين نجيب برضو الفاليو بتاع الاكس والواي انا عندي ده 1 سايكليك يبقى الاي والسي سبلمنتري يعني 4y plus 5y يدينا 180 يبقى كده 9y equal 180 degrees ومنها الواي الواحدة تدينا 180 divided 9 تطلع 20 degrees تمام. ونفس النظام عندي 3x plus 7 plus 107 تدينا 180 يبقى هنا عندي add 3x plus 7 plus 107 كل الكلام ده 180 ونحلها equation مفيهاش مشكلة يعني 3x الاثنين دول هيدينا 114 هنعمل الرقم ده 180 minus 114 هيدينا هنا 6 وهنا دي برضو هيطلع 6 تمام هنعملها divide 66 divided 3 تدينا 22 degrees. السؤال اللي بعد كده عندي برضو ده cyclic coil عندي 2x plus 2y 180 بس طبعا هيبقى عندي هنا 2 unknown 1 equation مش هينفع نعمل حاجة هنيجي الناحية التانية عندي برضو ال B وال D الاتنين supplementary يبقى عندي ال x plus ال 15 plus 115 equal 180 منها ال x هنا 15 و 115 يدينا 130 او ده هنحتاج بالماينس يبقى 150 minus 130 تدينا 50 يبقى كده 2x دي كلها 2 by 50 100 يبقى 2y ب 80 يبقى الواي الواحدة هتطلع بكام تطلع ب 40 degrees. هنا اللي هو فيجر 2 هنا مكتوب 2x احنا حليناها ان هي 3x لكن هي 2x بس يبقى هنا عندنا 2x equal 66 يبقى الاكس الواحدة 66 divided 2 تطلع 33. فيجر 4 عندنا هنا ان ال B E equal ال B A هنا دي 40 فدي 40 فالانجل دي اكستيريور يبقى تطلع 40 تايم 2 تطلع 80 وفي علاقة بين ال 80 وال X لان الشكل A B C دي cyclic coil يبقى ال X 180 minus 80 هتطلع 100 degrees تمام كده يبقى جبنا ال X يبقى كده ال X برضه هنا دي 100 100 minus 30 يبقى ال A كلها تطلع 70 والعلاقة بين ال A وال C الاثنين supplementary يبقى ال Y 180 minus 70 تدينا 110 degrees. figure 5 عاوزين نجيب ال value بتاع ال X وال Y انا عندي هنا ان ال A C ده 1 ده زي ray فهي هنا تعتبر ال angle دي كلها straight ال angle اللي هي 156 هي ال exterior هي ال isosceles triangle فكل angle منهم هنعمل 156 divided 2 هتدينا 78 degrees تمام. في علاقة بين ال x وال 78 لان ديا exterior equal interior at opposite vertex يبقى هتطلع ال x كده برضو 78 degrees فاضل ان احنا نجيب ال y فانا عندي هنا برضو ال angle ديا هي exterior للتريانجل دون فهي وده isosceles فهي 78 اللي هي ال x equal ال y plus الجزء دون يبقى ال y half times 78 تطلع 39 degrees. فيجر 6 هنا عندنا ان شكل A B A B C D cyclic ففي علاقة بين ال A وال C ان الاتنين supplementary يبقى اقدر اجيب ال X تطلع 180 minus 120 تطلع 60 degrees وهنا عندي ان D C parallel B F هنا حرف alternate angle حرف Z يبقى الانجل اللي هتطلع 60 degrees كده اقدر اجيب ال Y هنا عندنا ادي الاوبزيت ليها ودون الادجيسنت لي فانا هنا عندي ان العلاقة بين الاكستيريور والانتيريور از اوبزيت فيرتكس الاثنين ايكوال يبقى كده اقدر اجيب الواي 60
plus 65 تدينا 125 degrees. Figure 7 عاوزين نجيب الاكس والواي والزد. طبعا هنا عندنا ان الشكل دون الورتيسيز اون سيركل، يبقى انا عندي البي ودي الاثنين سبلمنتري، يبقى اقدر اجيب الاكس 180 ماينس 110 يبقى الاكس تطلع 70 degrees. وهنا عندي في بارالل تمام كده، من البارالل يبقى الاكس قد الواي، يبقى الواي برضه هتطلع 70 degrees. وفي علاقة بين الواي والسي ان الاثنين دول الاكستيرير ايكوال انتيرير از اوبزيت فيرتكس، يعني كده عندي ان السي ايكوال الجزء بتاع الواي ده يعني الفاليو بتاعها، يبقى زد ماينس 30 هيطلع ايكوال 70 ومنها الزد تطلع كام؟ تطلع 100 degrees. فيجر 8 عاوزين نجيب الاكس والواي. انا عندي ان الاي بي سي دي سايكليك كواد، يبقى زيرفور اي بلس السي 180 يبقى الاي 180 ماينس 70 يبقى الاي اللي هي 2x دي هتطلع 110 يبقى كل x منهم 110 divided 2 تطلع 55 degrees. تمام، فاضل ان احنا نجيب الواي. احنا هنا ممكن نعمل construction كده، هيبقى كده البي سي diameter يبقى الانجل دي كلها 90، وطبعا هنا عندي الكورد ايكوال كورد يبقى الارك ايكوال الارك، يبقى الانجل الانسكرايبتين ايكوال الانسكرايبتين وهي كلها 70 يبقى كل من واحدة منهم 35 كده. اقدر اجيب الواي في الترينجل ده 90 و 35 يبقى الواي 180 ماينس 90 بلس 35 تدينا برضو 55 degrees. السؤال بعد كده نمبر 3 complete the following in if the quadrilateral is cyclic then each two opposite angle in it are طبعا opposite angle هيكونوا supplementary. سؤال نمبر 2 the measure of exterior angle at a vertex of the cyclic quadrilateral is equal to the measure of the interior at the opposite vertex. سؤال بعد كده قال لي AB C عندنا cyclic quadrilateral وادينا C 115، فانا عندي ان ال A و C الاتنين supplementary، يبقى عشان نجيب الانجل A هو 180 minus 115 وجبنا الانجل A. سؤال نمبر 4 ال A B C D cyclic quad والانجل A ب 60، عاوزين نجيب الميجر بتاع الاكستيريور at the opposite at ال vertex C. طبعا هيطلع نفس الكلام، ادي هنا عندي الشكل ده كده cyclic quad اسمه A B C D، ادي الاكستيريور فالاكستيريور ايكوال ذا انتيريور از اوبزيت فيرتكس تطلع برضه 60 degrees. سؤال نمبر 5 بيقول عندنا سيركل ام ميجر اوف دي سي اي 30، عاوزين نجيب ميجر اوف دي بي اي دي بي اي، عاوزين نجيب الانجل ده، وعاوزين نجيب الانجل دي اي اي دي اي اي اللي هي الانجل دي كلها. اول حاجه عشان نجيب الانجل دي بي اي، فانا عندي الانجل انسكرايبد وبرده الانجل دي سي اي انسكرايبد، الاثنين بوث انسكرايبد سبتندد باي الاي دي، يبقى ذيرفور ميجر انجل دي بي اي هيطلع ايكوال 30 degrees. تاني حاجه عاوزين نجيب الانجل دي اي اي، انا عندي هنا البي اي دايمتر لان دون هنا السنتر، يبقى ذيرفور بي سي اي ايكوال 90، يبقى الانجل سي كلها ديا 90 و 30 تطلع 120. طب ايه العلاقة بينها وبين الدي اي اي؟ exterior equal interior as opposite vertex، يبقى دي اي اي equal 120 degrees. سؤال نمبر 5 نمبر 6 سوري in opposite figure ال اي بي diameter، عاوزين نجيب الانجل اي بي دي اي بي دي اللي هي الانجل دي كلها، وبعد كده الانجل دي سي بي دي سي بي اللي هي الجزء دون، وكمان عاوزين نجيب الانجل دي ام بي دي ام بي والانجل دي كمان. اول حاجه مطلوب مني نجيب الانجل بي، طبعا عندي اي بي دي سي سايكل كواد، ففي علاقه بين البي والسي الاثنين سبلمنتري، بقدر اجيب البي كده هتطلع 180 ماينس 110 تطلع 70 degrees. تاني حاجه طالب مني اجيب الدي ام B، فانا عندي هنا الام دي ايكوال الام بي ايكوال ار، يبقى الانجل
بي قد الانجل ده ام 70 يبقى اقدر اجيب الفيرتكس 180 ماينس 70 باي 2 يبقى الانجل ده هتطلع بكام 40 ديجريز. طب ايه العلاقه بين دين ودين؟ انا عندي سنترال انسكرايبد والاثنين سبتندد باي الارك بي دي يبقى ذيرفور ميجر انجل دي سي بي هتطلع الحب بتاعها تطلع كام 20 ديجريز. طبعا في طريقه ثانيه عشان اجيب دين ده دايمتر دي 90 تمام كده يبقى دي 110 ماينس 90 يبقى دي 20 ولو دي 20 يبقى دي 40 او العكس. سؤال نمبر 7 اي بي سي دي ساكر الكواد والانجل بي كورتر الانجل دي عايزين نجيب الانجل بي. طبعا ليها كذا طريقه. طبعا احنا عندنا ساكر الكواد زي كده ادي اسمه اي بي سي دي العلاقه بين البي والدي ان الاثنين سبلمنتري احنا ممكن نحلها عن طريق الريشيو بتاع ست ابتدائي هنحط هنا الانجل بي وهي ريشيو مع الانجل دي هنا دي 1 اوفر 4 يبقى هنا 1 وهنا 4 هنجيب السام بتاعهم هيطلع 5 وانا عندي الاثنين سبلمنتري يعني السام بتاعهم 180 طلب مني اجيب الانجل بي فالانجل بي هنعمل 1 تايم 180 ديفايدد 5 تطلع 36 ديجريز. السؤال اللي بعد كده بيقول لي عندي ان ال A B C D سايكليك كوادريلاترال عايزين نجيب الفاليو بتاع الاكس والفاليو بتاع الواي تمام. هنا في السايكل الكواد انا عندي هنا ان الواي بلس 2 اكس الاثنين سبلمنتري يبقى هما الاثنين ب 180 يبقى اول حاجه عندي الواي بلس 2 اكس ايكوال 180 ونفس النظام عندي الاكس بلس 3 واي ب 180 والاكس بلس 3 واي equal 180 تمام كده احنا ممكن نعمل ايه نعمل مثلا second time negative 2 او نعمل first time negative 3 مفيش مشكله بحيث ان احنا نعمل omitting للاكس او الواي هنعمل السكند دي time negative 2 يبقى هتطلع negative 2y sorry negative 6y minus 2x equal negative 360 ونحط الأولى هنا اللي هي 180 وكان في هنا 2x وهنا y هنعمل by adding هاد x هتطير يبقى negative 5y equal negative 360 منها ال y الواحدة negative 360 divided negative 5 هتطلع 36 degrees نعوض في أي واحدة انا عندي دي هنا دي 36 يبقى 2x 180 minus 36 تطلع 144 يبقى 2x equal 180 minus 36 يبقى 2x تطلع 144 منها الاكس الواحدة هنعمل divided 2 تطلع 72 degrees. سؤال نمبر 9 بيقول لي ABCD quadrilateral cyclic وقال لي الميجر اوف انجل A equal to measure of angle B equal 5 measure of angle C وطلب مني اجيب الانجل دي بكام تمام. انا عندي الشكل ده سايكليك يبقى كده ادي ال A B C D انا عندي هنا ال A وال C الاثنين بيكونوا سبلمنتري تمام كده يبقى انا كده هاخد ال A مع ال C هو اداني الانجل A equal 5 times الانجل سي اقدر اعمل ريشيو ادي الاي وادي السي هنا 5 وهنا 1 ونعمل السام الاثنين سبلمنتري 6 و6 دي ب 180 اقدر اجيب بقى هو طالب مني اجيب اي انجل مش مشكله هنجيب الاي مثلا هتبقى 5 تايم 180 ديفايدد 6 تطلع 150 يبقى انا جبت الاي كده ب 150 فتوايس ميجر اوف انجل بي ب 150 يبقى الانجل بي بس 150 ديفايدد 2 تطلع 75 ديجريز يبقى جبنا البي 75 هو طالب مني الدي فالدي تبقى 180 ماينس 75 تطلع 105 ديجريز. السؤال بعد كده choose the correct answer from those given boolean opposite figure ABCD cyclic quad والاي سي بايسكت الانجل اي عايز اجيب الانجل بي سي دي هي الانجل ده تمام كده
فانا هنا عندي الشكل سايكليك كويد، دي 55 ادي 55، يبقى الاي كلها 55 تايم 2 تبقى 110 ديجريز، والعلاقه بينها وبين السي، السي 180 minus 110 تطلع 70 ديجريز. السؤال اللي بعد كده بيقول لي برده سايكليك كويد وطلب مني اجيب الانجل بي سي اي، ادي الشكل ده وان سايكليك وطلب مني اجيب الانجل بي سي اي اللي هي الانجل ديت، سينس ان الشكل ده وان A B C D cyclic، يبقى therefore A D E equal measure of angle B exterior equal interior as opposite vertex، يبقى دي 110 وده triangle 110 و 40 يبقى 150، يبقى فاضل الانجل تطلع بكام؟ تطلع 30 degrees. السؤال اللي بعد كده برضو ال M N E cyclic quad واداني M L E ب 70، M L E كلها 70 degrees، وطلب مني اجيب الانجل E M N، E M N اللي هي الانجل ديا، تمام كده؟ فانا عندي الشكل ده وان سايكليك كواد، هي ليها كذا طريقه. طريقه من الطرق ان دي 70 يبقى اجيب ديا تبقى 110 عشان الاثنين سبلمنتري، 110 و 41 يبقى ديا 180 ماينس ال 110 و 41 تطلع زي ما تطلع، تطلع تقريبا 29 ديجريز، تمام كده؟ عاوزين نتاكد هنا ديا، تمام كده خلاص. هنعمل ده بلس ده بلس ده هدي 180. في حل تاني، ايه الحل التاني؟ ان ده وان سايكليك فدي 41 يبقى دي برضو 41 درون اون ام ان از كومون بيس، تمام كده؟ ودي تبقى 29 70 ماينس 41 هتطلع 29، فعلا هتطلع الاجابه 29 ديجريز. سؤال نمبر 4 ان اوبزيت فيجر الاي بي دايمتر واداني الانجل بي اي سي 40، طلب مني اجيب الانجل اي سي بي، اي سي بي عاوز نجيب الانجل ديا، وكمان الانجل اي دي سي، اي دي سي والانجل ديا، والانجل دي اي سي والانجل ديا، وكمان الانجل دي سي اي، دي سي اي والانجل ديا. طلب مني ايه؟ كذا حاجه يعني، طلب مني 4 ريكوايرمنتس. هنشوف المساله كده. انا عندي هنا دون الاي بي دايمتر، يبقى ذيرفور الاي سي بي ايكوال 90، ده المطلوب الاولاني، تمام؟ وانا عندي في الترينجل ده 90 و 40، يبقى الانجل ديا ب 50 كده. من الانجل ديا 50 انا عندي ده وان اي دي سي بي سايكليك كواد، يبقى اقدر اجيب البي تبقى 180 ماينس ال 50 تدينا 130، كده جبت الايه؟ المطلوب التاني. تالت حاجة انا عندي الارك دي اي ايكوال الارك دي سي، يبقى زر في الريكورد دي اي ايكوال دي سي، يبقى الترينجل ده ايسوسليس، يبقى كل انجل منهم 180 ماينس 130 ديفايد 2 هتطلع 25 degrees، كده المطلوب التالت. المطلوب الرابع اللي هو دون، ودي طبعا exterior equal interior as opposite vertex، يبقى هنعمل الاثنين دول بلس، تمام كده؟ يبقى 25 و 40، يبقى الانجل دي تطلع كام؟ 65 degrees. سؤال نمبر 5 ان opposite figure ال AB equal ال BD، AB equal BD والانجل ABD 36، عاوزين نجيب الانجل C، تمام كده؟ انا عندي تراينجل اي بي دي ايسوسليس والانجل ده 36، يبقى كل انجل من دول 180 ماينس 36 ديفايد 2، يبقى كل انجل تطلع بكام؟ 72 ديجريز. وفي علاقه بين الاي والسي، الاثنين سبلمنتري، يبقى السي 180 ماينس سوري 72 هتطلع 108 ديجريز. سؤال نمبر 6 قال لي ام سيركل واللينس بتاع الارك بي سي ايكوال السي دي ايكوال الاي دي، عاوزين نجيب الانجل ميجر في انجل بي سي دي، بي سي دي اللي هي الانجل دي كلها. طبعا انا عندي هنا ان دون اي بي دايمتر، يبقى زيرفور الميجر بتاع الاي دي بي كله 180 والثري اركس ايكوال بعض، يبقى كل ارك منهم هيطلع 180 ديفايد 3 هيطلع 60. وانا هنا عشان اجيب ده ممكن اجيب الاثنين دول، هي ليها كذا اكتر من طريقه يعني. فدي هنا 60 الانسكرايب دي تطلع ب 30، ونفس النظام الانسكرايب دي ب 30، يبقى الانجل الجزء الاي ده كله 60. وفي علاقه بينه وبين الدي سي بي، الاثنين سبلمنتري لان الشكل ده وان سايكليك كواد، يبقى تطلع 180 ماينس 60 دينا كام؟ 120 ديجريز. سؤال نمبر 5 ان اوبزيت فيجر قال لي ميجر الارك اي بي 110، يبقى الارك ده وان ب 110 ديجريز، واداني الانجل ديا دي سي بي اي 85، طلب مني اجيب الانجل بي دي سي، بي دي سي الانجل ديا المطلوب. اول حاجه سينس ان الارك ميجر في ارك اي بي 110، يبقى ذيرفور اي الانسكرايبد اي دي بي ايكوال هاف تايم 110،
هتدينا 55 degrees. وبعد كده انا عندي الشكل ده A B C D cyclic quad, يبقى therefore C B E equal measure of angle D equal 85, يبقى الانجل دي كلها 85, وانا عندي الجزء ده 55, هنعمل الاثنين minus, يبقى 85 minus 55 يبقى تطلع الانجل B D C 30 degrees. سؤال نمبر 6 قال لي measure of A B E 100 والميجر بتاع CAD 40. بيقول لي بروف ان الارك CD, الارك CD ده الميجر بتاعه ايكوال الميجر بتاع الارك AD, تمام كده. فانا مطلوب مني ان اجيب الارك قد الارك. اول حاجه since ان ABCD cyclic quad, يبقى therefore D ايكوال ABE in exterior ايكوال the interior as opposite vertex, يبقى الانجل اللي هيطلع بكام 100 degrees. وهنا دي 100 ودي 40, يبقى دي 180 ماينس الاثنين دول تدينا دي 40. سنس ان الميجر بتاع الانجل دي سي اي ايكوال ميجر في انجل دي اي سي, يبقى ذيرفور الارك دي اي ايكوال ميجر في ارك دي سي. سؤال نمبر 7 اي بي سي دي از كوادريلاترال انسكرايبد ان سيركل ام البي 120 والاي دي دايمتر. بيقول لي عايزين نجيب الانجل سي دي اي, سي دي اي اللي هي الانجل اكستيريور ديا, والانجل سي اي دي, والانجل سي اي دي اللي هي الانجل ديا. وبيقول لي لو الدي سي ب 7 عاوزين نجيب اللينس بتاع الارك اي دي. يبقى هو اول حاجه طلب مني الاكستيريور اللي هي سي دي اي, سنس ان الاي بي سي دي سايكليك واد, يبقى ذيرفور ميجر اوف انجل سي دي اي ايكوال ميجر اوف انجل بي اكستيريور ايكوال انتيريور از اوبزيت فيرتكس, يبقى الانجل تطلع بكام 120 degrees. ده المطلوب الاولاني. وسنس هنا ان الاي دي دون طبعا دون برضو من سايكليك, اجيب دين 60 او من هنا 60 مش تفرق, فالانجل دي ب 60 هو لسه ما طلبهاش يعني او مش طالبها. الاي بي دون الاي دي سوري دايمتر, يبقى اي سي دي ب 90 ودين 60, يبقى اقدر اجيب الانجل اللي ناقصه دين تطلع 30. تالت حاجه بقى طلبها عاوز اجيب اللينس بتاع الارك دون. هو الارك ده قد ايه من السيركل؟ ده سيمي سيركل. انا عندي السيركل كلها 2 باي ار, فهنا دون هيطلع باي ار بس, تمام كده. والباي في المساله اديها لي 22 اوفر 7 والار ب 7, يبقى هنعمل 22 اوفر 7 تايم 7 وتطلع الاجابه 22 سنتيمتر. طبعا احنا كنا بنعملها قانون اللي هو اللينس بتاع الارك ده 180 اوفر 360 تايم 2 باي ار, اي حاجه المهم ان انت ايه تحلها صح. سؤال نمبر 10 ان اوبز فيدر اي بي سي دي سايكليك كواد والسي بي دايمتر والانجل اي بي سي 60, وقال لي ان اللينس بتاع الارك اي دي, الارك اي دي دون ايكوال الارك سي دي, تمام كده. بيقول لي بروف ان السي اي بايسكت السي اي دون بايسكت الانجل دي سي بي. يعني ايه المقصود انه بايسكت؟ يعني نعمل بروف ان الانجل دي قد الانجل دي, تمام. اول حاجه سنس ان الاي بي سي دي سايكليك كواد, يبقى ذيرفور الانجل دي 180 ماينس 60 تطلع 120 degrees. دي اول حاجه, تمام. وسنس ان اللينس بتاع الارك دي سي ايكوال الدي اي, يعني الميجر بتاع الدي سي ايكوال الدي اي, تمام. يبقى كده الدي سي كورد ايكوال الدي اي كورد, يعني الترانجل ده ايسوسليس. يبقى كل انجل منهم بكام؟ 180 ماينس 120 ديفايد 2, يبقى الانجل يطلع بكام؟ ب 30. والانجل الثانيه برضو بكام؟ ب 30. وعندي ان البي سي دايمتر, يبقى سي اي بي 90 و 60, يبقى اجيب التالتة 180 ماينس 30 دول تطلع 30. يبقى كده انا وصلت ان الانجل اي سي دي ايكوال انجل اي سي بي, يبقى ذيرفور السي اي بايسكت الانجل سي. سؤال بعد كده اي بي سي دي كوادريلاترال انسكرايب ان سيركل, وقال لي الانجل دي سي اي ب 84 عاوزين نجيب, وقال لي ان البي هاف الدي, عايزين نجيب الانجل ايه بكام ونجيب الانجل كمان بي, تمام كده. طبعا هي مساله مش مستاهله. ده سكل الكواد في الاكسير ايكوال انتيرو از اوبزيت فيرتكس, يبقى الايه هتطلع 84 ديجريز. تاني حاجه طلب مني, قال لي في علاقه بين البي والسي ان البي البي والدي, طلب مني البي والبي هاف الدي. فانا هنا عندي هنكتب الريشيو اللي بنعمله كل مره, ادي البي وادي الدي. قال لي هنا هاف, يبقى هنا 1 وهنا 2, هنا الصم بتاعهم 3 والاثنين سبلمنتري يعني 180. اقدر اجيب بقى البي 1 تايم 180 ديفايدد 3 تطلع
60 degrees. السؤال اللي بعد كده A B C D cyclic quad in which ان ال A B equal ال A D و C B D 25 وال E C D 130. بيقول لي بروف ان ال A D equal ال D C. ال A D اللي هو دون equal ال D C اللي هو ده. يبقى هنا مطلوب مني ان ال A D equal ال D C. اول حاجه هنا عندي شكل A B C D cyclic quad، يبقى دون الانجل exterior equal interior as opposite vertex، يبقى الانجل A D كانت تطلع بكام؟ تطلع 130. وعندي تراينجل ايسوسلس، تمام كده. طالما ايسوسلس يبقى كل انجل منهم 180 minus 130 ديفايد تو هتطلع 25 degrees. هو طالب مني اجيب الدي اي قد الدي سي. هنا عندي انسكرايبد ايكوال انسكرايبد، سينس ان الاي بي دي ايكوال دي بي سي ايكوال 25، يبقى ذيرفور ان الميجر بتاع الارك دي اي ايكوال ميجر بتاع الارك دي سي، يبقى ذيرفور برضو كده الدي اي ايكوال الدي سي. طبعا لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب وشير. سؤال نمبر 11 A B C D quadrilateral inscribed in a circle واداني ال C B equal C D والانجل C 140. مطلوب مني اجيب الانجل A وكمان اجيب الانجل D. هنا عندنا اول حاجة سينس ان الشكل دون cyclic quad، يبقى اقدر اجيب الانجل A. الانجل A 180 minus 140 تطلع 40 degrees، يبقى احنا كده جبنا الانجل A. فاضل اجيب الانجل D. الانجل D ممكن اجيبها باكتر من طريقة، يعني ممكن اعمل هنا عشان استفاد من ال AB diameter هنوصل ال AC، يبقى الانجل دي دون AB diameter يبقى ACB 90. طبعا عندي كل 140 minus 90 يبقى الانجل دي تطلع بكام؟ 50 degrees. وهنا عندي الكورد قد الكورد يبقى الارك قد الارك، وهنا الانجل دي 40 يبقى كل واحده منهم كام؟ 20. هنا 20 و 50 يبقى اقدر اجيب الانجل دي تطلع بكام؟ تطلع 110. ممكن حد يحلها بحل تاني يوصل الدي بي وهتطلع برده مع صح. سؤال نمبر 12 with the assistance of the given figures find the with proof the measure of angles of the figure ABCD. مطلوب ان احنا نجيب الميجر بتاعت الانجل ABCD كلها، تمام كده. هي ليها اكتر من طريقة. احنا ممكن اول حاجة هنا نعمل كده construction كده نوصل ال AC، يبقى كده ده 1 diameter يبقى ال ACB 90، دين الارك ده ب 60 يبقى الانجل ده 30. ونفس النظام الانجل دي هتطلع half ال 80 تطلع ب 40. اقدر اجيب الانجل ده 30 و 40 تطلع 110. واقدر اجيب ال B الاتنين supplementary تطلع 70، وهنا 70 و 90 اقدر اجيب الحتة دي ب 20، يبقى ال A كلها 50 وهنا 110 ودي 130 ودي 70. طبعا ممكن حد يحلها بحل تاني، ممكن يجيب ان الانجل دي حفر الارك ده على طول تطلع ب 70 بخطوة واحدة، وده هنا diameter يبقى دي كلها 180، الاتنين موجودين يبقى دي 40 يبقى دي 20 ويكمل مفيش مشكلة. المسألة اللي بعد كده هنا عايزين برضو نجيب الانجل بتاعة ال ABCD. اول حاجة هنا عندي ديان 28، تمام كده. يبقى اقدر اجيب هنا ديان اللي هي EDC و EBC drawn on inscribed drawn in EC as common chord، او هو اللي هو common chord drawn subtended by EC يعني. يبقى الانجل اللي هتطلع 28. وعندي ديان 95، يبقى اقدر اجيب ديان الاتنين دول supplementary لان هنا ال A B E D دون cyclic quad هتطلع 85، وفي علاقة بين دين ودين، تمام كده. الاتنين subtended by arc B D هتطلع برضو 85 degrees. فاضل الانجل دي دين نقدر نجيبها برضو. هنا عندنا في parallel دي 85، يبقى دين 180 minus 85 تطلع 95. ولو دي 95 اقدر اجيب دين هتطلع 180 minus 95 تطلع 85 degrees. سؤال نمبر 13 A B C D cyclic quad ال C ب 90 وال A B ب 6 وال A D ب 8. عاوز اجيب الانجل A B D. A B D الانجل دي المطلوبة. اول حاجة سينس ان ال A B C D cyclic quad، يبقى therefore measure of angle A plus C 180، يبقى ال A D هتطلع بكام؟ هتطلع ب 90، تمام. واقدر اجيب بقى الانجل دي، انا هنا عندي الانجل دي اللي موجود ليها opposite والادجيسنت، يبقى اقدر اجيب التان بتاعة الانجل اللي مطلوبة ديا اللي هي الانجل اي بي
دي اللي طالبها، وهنا تبقى 8 over 6، واعمل shift 10 8 over 6 تطلع الإجابة 53 degrees 7 minute 48 second. سؤال نمبر 15، A B C D quadrilateral inscribed in a circle M where A E bisect ال angle A و cut circle at E. Prove that in ال A E bisected X C D. يبقى احنا عاوزين نعمل بروف ان ال C E دون bisect ال angle X C D، يعني عاوز اعمل بروف ان ال angle دين قد ال angle دين. هنا عندنا الانجل دي اي اي والانجل دي سي اي الاثنين سبتندد باي الارك دي اي، يبقى ذيرفور ان الانجل دين قد الانجل دين. احنا ممكن نسميهم مثلا هنا 1 و 2 و 2 و 3 و 4. عندي ميجر اوف انجل 1 ايكوال ميجر اوف انجل 3 انسكرايب سبتندد باي الارك اي دي، تمام كده. وهنا عندي في علاقه بين ال 4 وال 2 ان انا عندي الشكل اي بي سي اي سايكليك كواد، يبقى therefore ان الميجر في انجل 4 اللي هي 4 دين equal 2، و since ان ال 1 equal 2 يبقى therefore 3 equal 4، يبقى therefore ان CE bisect DCX 10 عندي ميجر في انجل 1 equal 3 inscribed subtended by DE، و since ميجر في انجل اللي هي 4 دين equal 2 exterior equal interior as opposite vertex، و since ان ال 1 equal 2 يبقى therefore 3 equal 4، يبقى therefore CE bisect X CD. سؤال بعد كده A B C D باراللوجرام بيقول لي بروف ذات ان ال A D equal E D، A D اللي هو ال A D دون equal ال E D دون. يبقى الجبن اللي عندي ان الشكل دون باراللوجرام ومطلوب ان ال D A equal ال D A. اول حاجة سنس ان ال A B C D باراللوجرام، يبقى therefore measure of angle A equal measure of angle C لان عندنا opposite angle equal M measure، و since ان D E B C cyclic quad يبقى therefore ان A E D equal measure of angle C exterior A equal the interior as opposite vertex، يبقى A equal C و A E D equal C، يبقى therefore ان measure of angle A equal measure of angle A E D، يبقى triangle diisosceles، يبقى therefore ان D A equal D A. سؤال بعد كده M و N two intersecting circles at A و B وال AD is drawn to intersect circle M at E and N at D، ال BC drawn intersect M at F و N وال C is 20. بيقول لي أول حاجة عاوزين نجيب measure of angle F، عاوزين نجيب ال F دي بكام، وكمان نعمل بروف إن ال CD parallel لل EF. يبقى أول حاجة طلب مني أجيب الأنجل F، أنا هعمل هنا construction، هعمل draw ال AB، يبقى كده عندي ال ABCD cyclic quad، يبقى therefore الأنجل BAE equal measure of angle C equal 70 exterior equal the interior at opposite vertex، وكده برضو الشكل ABFE برضو cyclic quad، يبقى أقدر أجيب ال F على طول 180 minus 70 تدينا 110 degrees. ده المطلوب الاولاني. المطلوب الثاني عاوزين نعمل الاثنين دول بارالل، سينس ان ميجر اوف انجل سي بلس ميجر اوف انجل اف ايكوال 70 بلس 110 ايكوال 180 اند ذي ار انتيريور، يبقى ذيرفور ان السي دي ايكوال الاف اي.